مرة أخرى إلى جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا لنقل جانب من قمة تجمع بريكس الذي شارك فيه المهندس شريف إسماعيل مستشار الرئيس للمشروعات القومية. أكثر من الحالي ومن ثم فإن الواقع الرقمي يضمن الأمن والسلام لمجال الأعمال وللمواطنين في روسيا. نتخذ إجراءات تشريعية لازمة بغرض تحقيق وإنجاز المواقف بصورة آمنة وصورة يمكن الاعتماد عليها وفي بيئة من استخدام الإنترنت ومن أجل ضمان حماية الأفراد والبيانات الأفراد والشركات وتداول المعلومات بصورة عادلة، وأن دول بريكس أيضا تعمل في مجال الاقتصاد الرقمي ومن أجل الحصول على مؤشرات أكثر جودة. بالنسبة لروسيا فإن عملية الاستثمار تعمل مع شركائنا بصورة أو لديها أولويات، وفي عام 2017 كانت التجارة مع دول بريكس تنمو بنسبة 30%، وكانت أكثر من 120 مليار دولار، ونحن نهدف إلى مزيد من التنمية ومزيد من الشراكة مع دول بريكس ومن أجل رجال الأعمال في هذه مجموعة دول البريكس. يجب أن يكون هناك مجلس الاستشارات أيضا الاقتصادية ورجال الأعمال والتجارة من أجل تقديم المقترحات المبسطة وفي المجالات الإدارية ومن أجل تحقيق التجارة العادلة ما بين دول مجموعة البريكس. نحن نتحدث نعمل من خلال أنشطة إيجابية ومن خلال المجالس الاستشارية العديدة على عدة موضوعات دولية ومشتركة، ولدينا أيضا مشروعات في مجال التنمية. يجب أن يكون عملية الاستثمار وعملية الأعمال متداخلة من خلال كل هذه الأنشطة حتى يتم تحقيق تنمية مستدامة، ومن خلال أيضا مجلس إدارة البنك الدولي ومن خلال المنظمات المالية الكبيرة من العمل على دعم ومن إيجاد ميزانية كبيرة لمليارات الدولارات من أجل تحقيق هذه التنمية. نحن نؤيد أيضا عمل مشروعات وتنمية إقليمية، ولدينا الآن عمل مع البرازيل، ونتمنى أن من خلال عملية التفاوض أن نبدأ في تحليل إمكانيات تقديم عروض وطنية قومية في روسيا، وأن نخلق أيضا احتياطي كبير وترتيبات هامة جدا من أجل تمويل العديد من المشروعات بالقطاعات الأعمال ومن جانب البنك، وأيضا أن توافر البيانات الهامة ما بين الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا وما بين الهند كذلك والبرازيل. يجب أن نخلق أيضا رابطة من المصالح المشتركة والمجموعة المشتركة من أجل تنمية المجال المالي وأنظمة المالية والعملات كذلك. وفي عام 2019 يجب أن نحقق الفائدة كبيرة من خلال هذه الشراكة ومن خلال عرض المبادرات الروسية ومن خلال مركز الأبحاث الرئيسي. أنا أعتقد ومن وجهة نظر الجودة والمراجعة المستمرة والتنبؤات سنتمكن من أن نحقق مكاسب مشتركة وعلى قدم وثاق وبصورة في مجال الطاقة أيضا ومجال الأعمال الأخرى. أود أن أتحدث أيضا عن أن الروس يعملون أيضا من خلال المؤتمر القادم 2021. نحن لا ننافس هنا ولكن في البرازيل وفي جنوب أفريقيا وفي الصين. نحن نطلب هذا الدعم، ومن خلال العرض أود أن أشكر أيضا رئيس جنوب أفريقيا على إسهاماته الكبيرة في وتوجيهاته من خلال إطار العمل من مجموعة البريكس، وأشكركم لحسن الاستماع إلى أفكارنا وأطروحاتنا ومبادرتنا من على الجانب الإنساني وفي القطاع الإنساني إلى آخره. شكرا جزيلا لحسن استماعكم.